إذا للحديث عن أزمة الكهرباء في العراق وانقطاعها عن بغداد والعديد من المحافظات ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي. دكتور مرحبا بكم. يعني كما تعرفون العاصمة بغداد والعديد من المحافظات بلا كهرباء، ولكن السؤال كيف للحكومة في العراق أن تبرر هذا الانقطاع المتكرر والمستمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحية لكم ولقناة الرافدين والعاملين عليها. ملف الكهرباء أصبح من الملفات التي أشبعت نقاشا لأنه هناك نية مبيتة لعدم إكمال هذا الملف، والوعود كثيرة، وسمعنا في عام 2009 و2010 و2011 أنه في عام 2013 سوف نصدر الكهرباء. نعم. القضية قضية من يدير ملف الكهرباء ولمصلحة من؟ هو ليست هناك نقص في الجانب الفني من الناحية الفنية، يعني نحن نعرف أن الكوادر العراقية المتمكنة كلها أبعدت عن المجال الحقيقي واستبدلت بعناصر أما مشلولة عن الحركة أو بعناصر ولائها لخارج العراق. نحن أقرب على هذا القطاع من غيرنا كقطاع هندسي. كل ما يدار في الكهرباء هو مبني على المصلحة الإيرانية المباشرة، نعم، وليس على المصلحة العراقية. وأكثر من دليل، الدليل الأول أنه كل المحطات العراقية القديمة تعمل على الهافي فيول أويل، وهو القطع الثقيل من مصافي النفط في العراق، وهو هذا ما نعمل عليه. استبدل هذا وهو انتاج محلي وانتاج يعني يجب التخلص منه لانه ثقيل وبقاؤه حقيقه وتسويقه غير مجدي لانه ضخه ونقله مكلف، فبالتالي يتم التخلص منه بحرقه في محطات الطاقه الكهربائيه، وهذا ما عمل عليه العراق خلال فترات كل محطه، معظم محطات العراق الكفوءه وذات الكفاءة العالية هي محطات تعمل على هذه الشغلات. طيب. لكن بعد 2003 لكي يكون الغاز الإيراني ويكون المصلحة الإيرانية هي بالمقدمة، اعتمدت أسلوب المحطات الغازية، والمحطات الغازية التي لا يوجد لدينا في العراق الكمية الكافية لدرجة هذه المحطات، إضافة إلى أن كفاءتها أقل وأعطالها كثيرة. ربط المصلحة العراقية بالمصلحة الإيرانية. يعني طيب دكتور في هذا الإطار حتى أولاً ومثل المواطن طيب العراقي. حتى لا نغادر هذه النقطة فيما يخص المحطات الغازية وإيران، إلى أي مدى أضحت الحكومة في بغداد محرجة من هذا الانقطاع الذي تقف وراءه ما يفترض أنها حليفة له وهي إيران؟ طبعا وعدت سابقا بتلافي تخفيض الغاز للعراق. إيران تلعب بكل الأوراق العراقية لمصلحتها، وهذا شيء حقيقة غير مستغرب. أي دولة تجد أنه الطرف الآخر هو يعطيها كل المبررات تتدخل في شؤونها الداخلية، هذا جزء من الضغط على العملية السياسية والأطراف العملية السياسية. نعم. في الجوانب السياسية العالقة التي إيران تريد أن تسوقها كما تشاء. الجانب الآخر أنه لا توجد نية حقيقية للتخلص من هذا الملف، لأنه القائمين على الملف على ملفات الاقتصادية بالعراق هم إيرانيو الولاء وليست عراقيو الولاء بالعمل. احنا بدنا نحكي عمليا، أما الكلام والادعاءات والهوية والانتساب والعشيرة هذا كله فنضعه جانبا. عمليا منذ 2003 ولحد الآن نحن نعرف أن كلفة كل ميجا 1000 مليون دولار. نعم. لو حسبنا، واحنا عملنا على هذا المشروع، يعني نحن ليس بعيدين عن هذا القطاع، كل الذي صرف على الكهرباء وأودع في إيران وفي حسابات إيران يكفي تقريبا نصف الوطن العربي، لأنه تحسب المبالغ المترتبة مقابل المحطات الكهربائية التي عملنا عليها وكلفة كل ميجا وات، يعني معروفة قديش جيجا وات، كل جيجا وات الكلفة مالتها مليون دولار. احسب انت كم كلفة يستوجب العراق من هذه السوق وكم صرف على قطاع الكهرباء. نعم. ستجد ان المبالغ الهائلة صرفت تغطي
معظم المنطقة، لكن أين صرفت؟ كيف صرفت؟ طيب ليس طيب في دكتور، الكهرباء نعم بمجملها، ولكن الأدهى من ذلك نحن بلد نفطي ونستورد بالمنتجات النفطية نعم 3 مليار من الخارج. الكهرباء هذه طيب دكتور، أصبحت علة مستديمة، لأنه هو يراد منها ذلك. دكتور هذا يعني الحكومة لا تحرج، لأنه هي أصلا طيب تعلن بشكل كامل أنه لا تريد أن تنفك من هذا الارتباط الإيراني، دكتور بمعنى وقدمت آخر اقتراحات للربط العربي. أقف لماذا لا تسعى لها؟ أقف معكم عند هذه النقطة. هذا الانقطاع بالكهرباء إلى أي مدى يعكس وجود مشكلة حقيقية لدى الحكومات والأحزاب التي تحكم العراق منذ عام 2003؟ بمعنى آخر ويرجى الإجابة بدقيقتين دكتور هلال، تعتقد أن المشكلة سياسية أكثر منها فنية؟ نعم المشكلة ليست فنية بكل تأكيد، المشكلة سياسية مرتبطة برعاية مصلحة من؟ ببساطة شديدة كل اللي يعملون على الكهرباء مقيدين بالمصلحة الإيرانية بشكل مطلق غير وملزم حقيقة، لأنه وحتى المحطات التي تأتي يجب أن تساق بهذه الطريقة، وإلا لا يوجد تفسير آخر، لأنه عندما تجرب أنت مثلا محطات الغازية ولدينا مشكلة فلا يجب أن نبحث عن البديل، والبديل موجود، يعني البديل محلي والوقود محلي، لماذا أذهب إلى الاستيراد الوقود الذي استورد محطات ليس لدي وقود لها ولدي الوقود الموجود المحلي انا نعم دكتور. يعني هذا ليس منطقا. من عمان الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي، شكرا جزيلا لكم.